كابتن سريعا نروح لزميلنا فاروق صلاح ملعب المباراه نتعرف منه على اخر الاجواء. اتفضل يا فاروق. كل الشكر لكابتننا الكبير الكابتن ايمن شوقي، برحب بيك يا كابتننا وبرحب بكباتن مصر الكابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان من داخل استاد القاهره. وقبل مباراه القمه 126، المباراه الهامه اللي بنتظرها عشاق وجماهير كره القدم المصريه، حتى مع حسم النادي الاهلي لدرع الدوري وفوز النادي الاهلي بالدرع رقم 43، ولكن تبقى مباراه القمه هي مباراه لها مذاق خاص بالنسبه لعشاق النادي الاهلي وعشاق نادي الزمالك. خليني اقول لك، واحنا دايما بناكد على الروح الرياضيه اللي دايما بننشدها وبنلمسها، يعني لدى نزول حراس مرمى النادي الاهلي برفقه ميتشيل يانكو مدرب حراس مرمى النادي الاهلي، توجه الكابتن محمد عبد المنصف وحراس مرمى نادي الزمالك لتحيه الشناوي ومصطفى شوبير وعلي لطفي في مشهد لاقى استحسان الجميع، وان ده اللي بيدل على الروح الرياضيه اللي دايما بننشدها في المباراه القمه او في المباراه بصفه عامه. خليني برضو يا كابتن ايمن اطمنك على كافه الامور والتنسيقات والترتيبات، كان ليا يعني واقفه وجلسه مع الكابتن سمير جوده وده مراقب لجنه المسابقات، ومن المقرر وقوف الفريقين دقيقه حدادا على والد اللاعب مروان عطيه، والامر ده خلاص تم يعني قرروا هذا الامر هيكون في دقيقه حداد على والد مروان عطيه. ايضا كان ليا يعني جلسه كده او للحظات مع مسؤول لجنه الحكام، خليني اقول لك ان كافه لجنه الحكام بالكامل موجوده هنا في استاد القاهره قبل المباراه، طبعا تم اضافه الكابتن محمد الحنفي كحكم ثالث في غرفه الفار برفقه احمد الغندور واحمد حسام طه المسؤولين عن لجنه الحكام، والكابتن احمد الغندور طبعا كان في يعني اخبار عن نشوب حريق في احد الاجهزه الخاصه بغرفه الفار واجهزه الفار، تم التاكد من هذا الامر وسلامه هذا الامر، وباكد لك على يعني وجود تقنيه الفار، كابتن احمد الغندور اكد لنا على هذا الامر ان يعني ما فيش اي امور ضرت الجهاز الفار، وبالتالي باكد لك يعني وجود الفار وزي ما اتاكدنا من مسؤولي لجنه التحكيم. اذا اكلمك طبعا على الاجواء سواء اجواء جماهيريه من جانب جماهير النادي الاهلي جماهير نادي الزمالك، الجميع بيمن النفس بمشاهده مباراه تليق بقيمه ومكانه الفريقين. طبعا زي ما استعرضنا وقلنا كابتن ايمن تشكيل النادي الزمالك وحضرتك استعرضت هذا الامر، خليني اقول لك النهارده على مقاعد بدلاء نادي الزمالك محمد عواد، محمد طارق، مصطفى الزناري، عمر جابر، عمرو السيسي، ناصر منسي، ايشو، ومحمد صلاح، ومحمد اشرف رؤى، موجود بعض من لاعبي النادي الزمالك طبعا دونجا ولاعبي النادي الزمالك اللي خارج المباراه موجودين لمؤازره لاعبي نادي الزمالك اوسوريو زي ما قلت لحضرتك وجلساته مع اللاعبين وبيتكلم مع اللاعبين والرصد المكافئات سواء من جانب مجلس اداره النادي الزمالك من اجل التحفيز في هذه المباراه او مكافئات خاصه رصدها خوان كارلوس اوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك. مباراه مهمه جدا، طبعا نتمنى كل التوفيق لفريقنا العظيم فريق النادي الاهلي في هذه المباراه. انا موجود معك طبعا يا كابتن ايمن لو في اي استفسار او اي تساؤل، وخالص تحياتي لكباتننا الكبار كباتن مصر الكابتن شريف، الكابتن علاء، الكابتن اسامه، الكابتن عادل عبد الرحمن. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي.